مرحبا، معكم Creative Aid. اصنع هدية رائعة للعيد ولكافة المناسبات. نحتاج إلى ورقة ملونة أو عليها رسوم. نقوم بطي الورقة إلى المنتصف من الجهتين. نلصق الجهتين معا باستخدام الصمغ. نقيس الورقة مقدار 3 أصابع ثم نطويها. نفتح الجزء السفلي ثم نقوم بطيه هكذا. ونلصقه بالصمغ. بعد ذلك نطوي الجهتين مرة أخرى. ثم نفتح الكيس. بعد ذلك نحضر نقود العيد أو الهدية ونضعها في الكيس. ثم نطوي الكيس مثل ما تطوي المروحة الورقية تماما. ثم نربط شريط ملون يمكنك صنع هدية أكبر باستخدام ورقة أكبر. يمكنك أن تضع حلوى وشوكولاتة ويمكنك أن تضع بعض النقود وعلبة عطر صغيرة ثم تضع بطاقة هدية أو خصم. وهذا الشكل النهائي. أشكر متابعتكم. لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني. وإذا كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق.